بسم الله الرحمن الرحيم. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية بالرياض يقدم ضوابط الجهاد في سبيل الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فيسرني ويشرفني أن أجتمع وإياكم في هذا الجامع المبارك في كلمة بعنوان ضوابط الجهاد في سبيل الله. أسأل الله تعالى أن يعلمني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة، لا يشك مسلم في أن الجهاد في سبيل الله مشروع. قال الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله، وقال سبحانه: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فالجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، لا يشك مسلم في ذلك. فالجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام ولا يشك مسلم في ذلك. والجهاد كغيره من العبادات التي شرعها الله عز وجل، شرع الله عز وجل لنا الصلاة والصيام والحج والزكاة، فكل هذه العبادات كالجهاد في سبيل الله تماما، لها شروط ولها أركان ولها واجبات، وليس كل من قام بالعبادة قبل الله عبادته. كثير من الناس يعبدون الله عز وجل، يصلون لكن لا يقبل الله صلاتهم، ويصومون لكن لا يقبل الله صيامهم، ويحجون ويزكون ويجاهدون ولا يقبل الله عز وجل حجهم ولا زكاتهم ولا جهادهم في سبيل الله. لماذا؟ لأن عبادتهم لم تجتمع فيها الأركان والشروط والضوابط الشرعية. فمثلا، لو أن إنسانا أراد أن يصلي المغرب قبل غروب الشمس، وحريص من شدة حبه للصلاة وحرصه على الصلاة، قام وصلى المغرب قبل أن تغرب الشمس، وجاء ببقية أركانها وشروطها، فقط صلى قبل غروب الشمس صلاة المغرب، ما حكم صلاته؟ صلاته باطلة بالإجماع ولا تقبل صلاته والعياذ بالله. فكذلك أيها الإخوة، كثير من الناس اليوم متحمس للجهاد ويحب الجهاد ويقوم بالجهاد، لكن جهاده باطل ومردود عليه. لماذا؟ لأنه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد لمن أراد أن يصلي أن يتعلم طريقة الصلاة الصحيحة، وكذلك يجب على من أراد أن يجاهد في سبيل الله، يجب عليه أن يتعلم طريقة الجهاد الشرعي، وإلا فإن جهاده مردود عليه. لذلك أيها الإخوة، كان هذا المجلس ألا وهو ضوابط الجهاد في سبيل الله. فمن ضوابط الجهاد في سبيل الله أيها الإخوة أن يعلم أن الجهاد إنما شرع لإعلاء كلمة الله تعالى، كما في الصحيح، في صحيح البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالله عز وجل ورسوله شرعوا لنا الجهاد ليس من أجل إزهاق روح الكافر، ولا من أجل إراقة دماء المسلمين، لا،
إنما شرع القتال لإعلاء كلمة الله. قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ما قال الله عز وجل: وقاتلوهم لتزهقوا أنفسهم، أو وقاتلوهم لتريقوا دماءكم، لا، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي لا يكون هناك شرك وكفر بالله تعالى. فإذا عرف المسلم أن هذا القتال أو هذا الجهاد لا يؤدي إلى ما يريده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حينها لا يشرع الجهاد. قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذا كان إنكارنا على أهل الشرك سيؤدي إلى سب الله تعالى، إذا كان سب آلهة المشركين سيؤدي إلى سب الله عز وجل، نهانا الله عز وجل عن سب المشركين. فكذلك إذا كان قتالنا للكفار والمشركين لا يؤدي إلى ما يريده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من ذهاب الشرك والكفر وانتصار المسلمين، حينها لا يكون الجهاد مشروعا. من ذلك تعلم أن ما يفعله كثير من المنتسبين للجهاد بأنه يقوم بالجهاد وجهاده هذا ليس فيه أي فائدة شرعية، يأتي ويأتي يأتي إلى بلاد الكفار، وسط بلاد الكفار، ويدخل إلى سوق من أسواقهم ثم يفجر نفسه. ما الفائدة من هذا العمل؟ نعم، أريق دمه وقتل بعض الكفار، لكن هل حصل مراد الله ومراد رسوله؟ هل زال الكفر وزال الشرك؟ هل توقف الظلم عن المسلمين؟ الجواب كلا، بل العكس تماما، صار الناس يبغضون الإسلام أكثر ويعتقدون أن الإسلام دين غدر، وصار كثير منهم يصد عن سبيل الله عز وجل ويضيق، وصاروا يضيقون على المسلمين، فترتب على ذلك والعياذ بالله عكس مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. الضابط الثاني أيها الإخوة للجهاد في سبيل الله، أن الجهاد في سبيل الله لا بد له من إعداد ديني ودنيوي. أي عمل يقوم به الإنسان قبل أن يقوم به لا بد ماذا؟ لا بد أن يستعد له، حتى أسهل الأمور وأبسط الحاجات، دخول المدرسة، ولدك الذي يريد أن يدخل المدرسة قبل أن يذهب أول يوم للمدرسة ماذا يفعل أبوه وأمه؟ يستعدان لدخول ولدهم المدرسة ويعدانه لدخول المدرسة، مع أن دخول المدرسة لا فيه أسر ولا جراح ولا قتل ولا دماء، ومع ذلك العاقل يعد ولده لدخول المدرسة. فالإسلام أوجب علينا الاستعداد للجهاد قبل دخول الجهاد. قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا في القدرة، ماذا؟ القدرة المادية. طيب، القدرة الدينية، قال أبو الدرداء كما في صحيح البخاري: إنما تقاتلون بأعمالكم. يعني تصوروا شخص يريد أن يخرج للجهاد
وهو واقع في الشرك أو البدع أو المعاصي، ويريد أن يدخل في الجهاد الذي لا يمكن أن ينتصر فيه إلا بفضل الله ورحمته وحوله وقوته. لذلك حينما يترك الإنسان الإعداد الديني أو المادي العسكري فإن النتيجة حتما هي الهزيمة. النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يوم أحد أمر الرماة أن يبقوا على جبل الرماة، وقال لا تنزلوا ولو رأيتمونا تخطفتنا الطير. فنزلوا، لما رأوا أن المعركة في أولها انتصر المسلمون قبل أن يستأذنوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما الذي حل بهم؟ لما انتبه قائد الكفار إلى نزول الرماة صعد على الجبل ثم انقضوا على المسلمين مرة أخرى. فاستغرب الصحابة كيف حصل ذلك بالمسلمين، فقال الله عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، يعني كيف حدث هذه الهزيمة، كيف حدثت هذه الهزيمة بالمسلمين؟ ما قال الله عز وجل أن السبب هو بسبب كثرة الأعداء أو بسبب قوتهم أو تميز عتادهم، لا، قال الله عز وجل قل هو من عند أنفسكم، أي بسبب مخالفتكم للنبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من هزائم المسلمين اليوم بسبب عدم الاستعداد المادي أو عدم الاستعداد الديني المعنوي. انظروا للنبي صلى الله عليه وسلم متى قاتل؟ قاتل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر إلى المدينة. كم بقي في مكة؟ بقي في مكة 13 سنة. ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يعد المسلمين الإعداد الديني والإعداد المادي والعسكري. وكثير من المتحمسين اليوم ماذا يريد أيها الإخوة؟ يريد أن ينقل الأمة من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة القوة والتمكين مباشرة. هل يمكن هذا يا أخوان عقلا أو شرعا؟ انظروا النبي صلى الله عليه وسلم نقل الأمة من مرحلة الضعف إلى مرحلة القوة والتمكين عبر مرحلة الإعداد. عندنا 3 مراحل تمر بها الأمة، مرحلة الضعف ثم مرحلة الإعداد ثم مرحلة القوة والتمكين. بين مرحلة الضعف إلى مرحلة القوة والتمكين يوجد مرحلة مهمة، ما هي؟ مرحلة الإعداد. طيب، الذي يريد أن يقفز بالأمة من مرحلة الضعف إلى مرحلة القوة والتمكين بدون إعداد ما مصيره؟ مصيره الفشل. لماذا؟ لأنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يجري اليوم أيها الإخوة. تصوروا، نأخذ آخر مثال، ما يسمى بالربيع العربي. المسلمون في مرحلة ضعف، أراد دعاة الثورات ودعاة الربيع العربي أن ينقلوا الأمة من مرحلة الضعف إلى مرحلة القوة والتمكين بغير إعداد. مثلا أول دولة مر عليها قطار الربيع العربي، كثير منكم رأى المقطع الذي يسأل فيه شباب تلك الدولة عن قصار الصور. قصار الصور يسألون عنها فلا أحد منهم يعرف
هذه السورة أو هذه الآية. أحدهم سئل عن آية من آيات قصار الصور، قال أظن هذه في سورة الكرسي. هل في سورة الكرسي في القرآن يا أخوان؟ لا. الدولة الثالثة اللي مر عليها قطار الربيع العربي، يمكن أكثركم رأى هذا المقطع، يسأل الرجل وتسأل المرأة ما اسم النبي، نبينا ما اسمه، فلا يستطيعون الإجابة. يسألهم يقول لهم اقرأوا الفاتحة فلا يعرفون الفاتحة. طيب هؤلاء الناس تريد أن تنقلهم من مرحلة الضعف إلى مرحلة التمكين قبل مرورهم بمرحلة الإعداد المادي والإعداد المعنوي والإعداد الديني؟ هذا قبل أن يخالف الشرع هو مخالف للعقل والواقع يا أخوان. لذلك ماذا كان مصير الربيع العربي؟ الفشل. لماذا؟ لأنه لم يسبق بإعداد ديني ولا إعداد مادي، وكذلك الحركات الجهادية. كل الجهاد في 50 أو 40 سنة الماضية يصير مآله إلى الفشل ولا يحصلون ما يريدون. لماذا؟ لأنهم أرادوا أن ينتقلوا من مرحلة الضعف إلى مرحلة القوة والتمكين دون المرور بمرحلة الإعداد التي مر عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الضابط الذي يليه أيها الإخوة من ضوابط الجهاد وجود القوة والقدرة عند المسلمين. يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقال سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولما خرج الصحابة رضي الله عنهم إلى مؤتة خرجوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقتل قادة الجهاد الثلاثة، وكان المسلمون ما يقارب في بعض الروايات انهم 3000 يقابلون اكثر من 100,000 من الكفار. فقتل زيد بن حارثة، وقتل جعفر، وقتل عبد الله ابن رواحة رضي الله عنهم وأرضاهم. فأخذ الراية والقيادة خالد بن الوليد. فلما رأى عدم قدرة المسلمين على الكفار ماذا فعل؟ انسحب بالمسلمين انسحابا تدريجيا ورجعوا للمدينة. لما دخلوا المدينة واجههم بعض الصحابة باللوم والإنكار، قال الفرارون الفرارون، يعني تفرون من القتال. فهل النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على خالد ومن معه الانسحاب؟ لا، بل أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال هم الكارون إن شاء الله تعالى، يعني يرجعون للمسلمين ويتزودون وتكون عندهم قوة ثم يكرون مرة أخرى على المسلمين. لأن الله عز وجل قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ما تكملة الآية؟ قال الله عز وجل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ضابط القوة والقدرة أن يكون فيها إرهاب للعدو ونكاية بالعدو، وليس أي قدرة وأي قوة يا أخوان. يستطيع أي مسلم اليوم يذهب للكفار ومع السكين ويطعن 1 أو 2 من الكفار، تقول له من وين لك هذا الفعل؟
والله عز وجل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أنا استطعت وتعلمت الطعن بالسكين. طيب أكمل الآية قال الله عز وجل ماذا؟ ترهبون به عدو الله. هل هذا الذي يفعلونه اليوم يرهب أعداء الله أم يجرئ أعداء الله علينا؟ المصيبة حينما يفعلون هذه الأفاعيل التي يسمونها الجهادية، فبدل أن يرهبوا أعداء الله إنهم بذلك يجرئون أعداء الله علينا. مثل ذلك من ذلك ما يسمى بأحداث الحادي عشر من سبتمبر، لما قام بعض المنتسبين للجهاد واختطفوا ثلاث طائرات وضربوا الأبراج الأمريكية. طيب ضربتهم الأبراج الأمريكية وسقطت الأبراج الأمريكية وخرجوا يعترفون بهذه العمليات، ثم بعد ذلك ما الذي حدث؟ هل أرهبوا عدو الله يا أخوان؟ هل أرهبوا أمريكا أم جرأوا أمريكا؟ هم قالوا أنهم فعلوا ذلك نصرة لإخواننا في فلسطين. طيب إسرائيل بإعانة أمريكا احتلت فلسطين، فقاموا بالعمليات في أمريكا نصرة للمسلمين، هل أرهبوا العدو أم جرأوه يا أخوان؟ بل جرأوه أكثر وأكثر. قامت أمريكا واحتلت ماذا يا أخوان؟ أفغانستان. وقامت أمريكا واحتلت ماذا؟ العراق. فهل هذا هو مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم؟ جواب لا. وكثير من الجهال لما حدثت العمليات في أمريكا صاروا يصفقون ويهللون، وأذكر أيها الإخوة أنهم وزعوا المشروبات والحلويات بمناسبة ضرب أبراج أمريكا، لكن النتيجة أنهم جرأوا الكفار على المسلمين فاحتلوا بلاد الإسلام والمسلمين. لماذا فشل هؤلاء؟ لأنهم لم يراعوا الضوابط الشرعية. وهكذا ما يحدث اليوم في كثير من البلاد، يقوم فئة قليلة ببعض العمليات التي تسمى جهادية من غير قوة ولا استطاعة، فما الذي يحدث؟ يحدث العكس تماما، يزداد القتل في المسلمين، يزداد طغيان الكافرين، ويزداد التضييق على الدعوة الإسلامية وعلى المراكز الإسلامية إلى آخره من هذه المفاسد. الضابط الذي يليه أيها الإخوة من ضوابط الجهاد ألا يترتب على الجهاد مفسدة أعظم، ألا يترتب على الجهاد مفسدة أعظم من مفسدة ترك القتال والجهاد. أحيانا يكون عندنا قوة وعندنا قدرة، لكن يترتب على هذا الجهاد مفسدة عظيمة على الإسلام والمسلمين. هنا لا يشرع لنا الجهاد. مثال ذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة وجرى الصلح في صلح الحديبية، ما الذي منع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
من الجهاد والقتال؟ قال الله عز وجل: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. يقول الله عز وجل: يوجد مسلمون في مكة يستخفون بإسلامهم، فربما لو حصل قتال بينكم وبين الكفار يقتل هؤلاء الرجال المسلمون والنساء المسلمات. فنهانا الله عز وجل عن قتال المشركين لما فيه من مفسدة على المسلمين. أرأيتم الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرأيتم الرجل الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد حينما قال: يا محمد اعدل، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. يطعن في ماذا؟ في أمانة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة: دعنا نضرب عنقه، نقيم عليه الحد، فإنه سب الله فإنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم قادر على قتله؟ الجواب نعم. هل الصحابة مستعدون لقتله؟ الجواب نعم. ماذا كانت النتيجة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوا. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. يوجد مفسدة ستترتب على قتلنا لهذا الرجل، لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. سيؤدي هذا القتل إلى تشويه الإسلام والمسلمين، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. اليوم يفعل هؤلاء الخوارج ويسمون أفاعيلهم المنكرة الباطلة يسمونها جهاد، وهي تشوه الإسلام والمسلمين وتشوه السنة وأهل السنة. وأنا على يقين يا أخوان أن هؤلاء الخوارج أنهم صنيعة الكفار وصنيعة الرافضة، يريدون أن يشوهوا الإسلام والسنة فيصد الكفار عن الإسلام ويصد جهال المسلمين عن السنة. لذلك تجدهم يسمون هؤلاء أو يتسمى هؤلاء مثلا بأنهم من أهل السنة، أو يتسمون باسم السلفية، يسمون أنفسهم السلفية الجهادية، السلفية المقاتلة، ويسميهم الكفار السلفيون المتشددون، أو يسميهم أهل الباطل السلفية المتشددة. لماذا؟ الذي يطلق هذه الإطلاقات إما أنه كافر، وإما أنه ضال مبتدع يريد أن يصد الناس عن دين الله الحق. رأيتموهم يا أخوان يأتون بالأطفال ويقتلونهم، يأتون بالنساء وينحرونهم نحر النعاج ويصورون ذلك، وأثناء التصوير يأتون بالآيات والأحاديث
هذه الأعمال تؤدي إلى ماذا يا أخوان؟ تؤدي إلى تشويه الإسلام والمسلمين وتشويه السنة وتشويه منهج السلف الصالح، حينما ينسب ذلك إلى الإسلام والسنة وإلى منهج السلف الصالح، وهي بريئة من ذلك كله. فإذا كانت هذه، إذا كان الجهاد يشوه الإسلام والمسلمين ويترتب عليه مفسدة أعظم، حينها لا يشرع الجهاد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الضابط الذي يليه أيها الإخوة، أن الجهاد من الأمور العامة الموكولة لأصحابها وأهل اختصاصها. من هم أصحاب الاختصاص في الجهاد الذين يستطيعون أن يعلنوا الجهاد وأن يجمعوا الناس للجهاد والقتال في سبيل الله؟ من هم؟ ولاة المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. الإمام يعني الحاكم، الرئيس، الملك، الأمير، بحسب التسميات. مرة الناس يسمون الإمام الملك، وبعض الناس يسميه الرئيس، وبعض الناس يسميه الحاكم، وبعض الناس يسميه الأمير. الحمد لله، يهديكم الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر ألا وهو أمر الجهاد موكول للإمام. لماذا يا أخوان؟ دين الإسلام يا أخوان دين انضباط ودين ترتيب، لا دين فوضى ولا همجية، لا. ديننا خير دين يعتني بالانضباط ويعتني بالترتيب، ومن ذلك أن الله عز وجل ورسوله وكلوا الجهاد إلى الإمام. وهذا يا أخوان لو لم يكن فيه دليل شرعي فإنه يعرف بالعقل الصحيح. تصوروا يا أخوان لو أن مدرسة مكونة من 100 طالب وعشرة معلمين بغير مدير ولا وكيل، يقود المعلمين ويقود الطلاب، وش بيصير للمدرسة يا أخوان؟ وش تتوقعون سيحدث لهذه المدرسة؟ وش ستكون؟ تكون فوضى وفلتة، أليس كذلك؟ وهي مدرسة مكونة من 100 طالب وعشرة معلمين، وليس فيها قتل ولا أسر ولا جراح ولا قتال، مجرد تعليم. إذا لم يكن لها رأس فإن مآلها إلى الفشل. وهذا يعرفه المسلم والكافر، الذكي والبليد، يعرفون ذلك. واليوم خوارج العصر يريدون أن يقيموا الجهاد. من اللي يقيم الجهاد؟ يقيم الجهاد عندهم الفاجر، الداشر، السربوت، اللي ما له إلا يوم ويومين استقام
وانطلق للجهاد. فجأة تجده ماذا يا أخوان؟ تجده قائد للجهاد. لا إله إلا الله. وكل واحد منهم يصير قائد للجهاد، وتحته 10، 20، 100، 200، 1000، 2000. في النهاية شو يصير؟ تعم الفوضى، ما يسمى بالربيع العربي. هل كان للناس إمام يقودهم؟ الجواب لا. يقال للناس اخرجوا اخرجوا، مثنى فرادى ومثنى وجماعات، اطلعوا بس وقاتلوا، كل واحد ياخذ سلاحه ويطلع يقاتل. طيب ما في قائد، ما في إمام، لا يوجد راية. يقول ما يهم، اطلع فقط قاتل. وفي النهاية، النهاية ما تنظرونه وتعيشونه اليوم، النهاية الثوار انقسموا إلى ماذا؟ إلى طوائف وإلى جماعات. بدل أن يقاتلوا العدو المشترك، ما الذي حدث؟ صار كل طائفة وكل جماعة ماذا يا أخوان؟ تقتل الجماعة الأخرى، والعدو الأصلي المشترك مبسوط، آمن منهم. بسبب ماذا يا أخوان؟ بسبب التفريط في هذا الأمر. الإمام جنة، يعني وقاية وحماية للمسلمين، يقاتل من ورائه ويتقى به. أما جهاد فوضى، جهاد بغير إمام، فهذا مآله ومصيره إلى الفشل. وكل جهاد يخالف شيئا من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فإن مآله ومصيره إلى الفشل. وتأملوا هذه الشروط أو هذه الضوابط، وانظروا اليوم في حال الذين أقاموا الجهاد، هل طبقوا هذه الشروط وهذه الضوابط؟ للأسف لا، ولا ينظرون لها. أما علماء أهل السنة فإنهم يراعونها ويحذرون الناس من مخالفتها. أول ما بدأت أحداث سوريا، سئل شيخنا العلامة صالح الفوزان عن الذهاب إلى سوريا، ماذا قال الشيخ؟ قال الشيخ هذه فتنة، والإنسان يحمد الله عز وجل أنه سلم من هذه الفتنة، فندعو لهم ونعينهم بما نستطيع، لكن ما ندخل في فتن سلمنا الله عز وجل منها. ماذا قام، ماذا قال دعاة الباطل ودعاة الفتن ودعاة الربيع العربي ودعاة الثورات؟ وماذا قال الجهال تبعا لهم؟ قاموا على الشيخ صالح الفوزان، صاروا يقولون ألا في الفتنة سقطوا، ويقولون الذي يقول إن الذهاب إلى سوريا فتنة هو الذي وقع في الفتنة، وهؤلاء هم المحنطون كما يقولون. هذا في أول الأمر. وبعد مرور الأيام أثبتت لنا أن الحق في كلام أئمة أهل السنة، كما قال الحسن، قال إذا أقبلت الفتنة لم يعرفها إلا العلماء، فإذا أدبرت صارت قرب نهايتها وانتهت عرفها كل أحد. اليوم كل الناس يقولون بصوت واحد إنما يحدث في سوريا فتنة،
يقتل المسلم أخاه ويكفر المسلم أخاه وينتهك المسلم عرض أخيه المسلم ويسطو المسلم على مال أخيه المسلم ويخرب المسلم بيت أخيه المسلم فهي فتنة بكل المقاييس. وصدقت فراسة وأئمة أهل السنة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد الشرعي، إلى الجهاد الذي تكون فيه كلمة الله هي العليا، الجهاد الذي يحبه الله ويرضاه. ونسأل الله عز وجل أن يسلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الفتن التي تسمى جهادا زورا وبهتانا. إنه على كل شيء قدير، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء والضراء عن إخواننا في كل مكان، وأن يجعل العاقبة لإخواننا أهل السنة في كل مكان، وأن لا يجعل للكافرين عليهم سبيلا، ولا للظالمين عليهم سبيلا، ولا للمبتدعة عليهم سبيلا، وأن يجمع كلمتهم على الكتاب والسنة، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يكفيهم شر شرارهم. إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.